انا ما بدي اي حد يكلمني على موضوع الحجاب، خليكم انتوا عفيفات وشريفات اوكي. بالنسبه لكل الخيم اللي كيديروا راسهم ما تيفهموش، انا بلا ما تبقاو تهضروا، راه هضرتكم كتخويا منك وتخرجي من هنا بلا ما تبقاو تهضروا بزاف. واللي ما عجبوش الحال يدخل يخرج ويبلوكيني، هذا كان قلالي النفس، لما لهالدرجه قلالي النفس. ما ملينا اختي ما تنهمكش، لاش داخله تفرجي فيا اختي انا اصلا؟ لاش اختي لاش داخله كاع قلبك كيحكك لهالدرجه داخله تفرجي فيا؟ ماك اختي ريلاكس 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 ريلاكس. انا كنهضر مع الناس المعنيين بالامر اللي كنعرفهم و تيعرفوني و تيبغيوني. ما تنبغيش نبلوكي حتى سبعين، ما تنبغيش نخدمو، ما نخدمش سبعين على قبل هذا الشيء. هذا ديري البنات شتكم خشيكم شي فرامش عليكم العافيه كنكرهكم.